الفريق مهاب مميش الانتهاء من إنشاء قناة السويس الجديدة 15 يوليو وفوز شركة متعددة الجنسيات بتنظيم الافتتاح. ومحلب يلتقي رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا والسنغال في قمة الاتحاد الإفريقي. والتحفز على 4 مستشفيات إخوانية في القاهرة والفيوم وإسنادها لوزارة الصحة. والنقد تلغي أحكام الإعدام بحق عادل حبارة وتعيد محاكمته. والصحة تعلن طرح سوبرديل المصري ب 600 جنيه. مساء الخير، برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم بداية الأسبوع. حالا هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار. هنبتدي بكلام مهم النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه وجه خلال أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة، وجه الحكومة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية بصورة عاجلة لحين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات التي لا تتوفر لها هذه الكروت. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس استمع لشرح وافي حوالين التعديلات المقترحة على عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، واستعرض أعضاء المجلس بدورهم نماذج لبعض المشروعات المعدة للتنفيذ، منها مشروع لتشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة. وأعضاء المجلس برضو عرضوا بعض المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزاي نتغلب على مشكلة تعدد الجهات المسؤولة عن هذه المشروعات علشان يكون في تيسير على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاستراتيجية متكاملة. ومؤتمر صحفي مهم النهاردة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اللي أعلن عن اسم التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس إن شاء الله. قال الفريق مهاب مميش إن الشركة الفائزة بتنظيم الحفل هي شركة WBB، شركة متعددة الجنسيات. وقال الفريق مهاب مميش إن القناة الجديدة هيتم افتتاحها إن شاء الله على 6 أغسطس القادم. وقال برضو إن يعني خلاص إحنا تقريبا يعني انتهينا من أعمال الحفر والتكريم، والشكل النهائي أو الصورة النهائية للقناة إن شاء الله هتكون 15 يوليو وهو ميعاد الافتتاح. العد التنازلي على تحقيق الحلم، 55 يوما هو ما يتبقى على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الموافق للسادس من أغسطس المقبل. مؤتمر صحفي للإعلان عن الشركة المنظمة لحفل الافتتاح ولعرض آخر ما تبقى من أعمال. وقع الاختيار على شركة WPP وهي شركة متعددة الجنسيات معها 7 شركات أخرى. عايز أأكد على حاجتين: مصرية الحدث وعالمية الحدث. أكثر من 80% هو نسبة ما انتهى من أعمال التكريك التي تعتبر أكبر عملية تكريك في التاريخ، تليها مراحل الاستلام ثم تبدأ مراحل تجارب ما قبل الافتتاح لتجهيز الممر الملاحي وتأمينه. على هامش الافتتاح الرسمي هتبقى على أرض الإسماعيلية هناك افتتاح واحتفالات شعبية. ومن المتوقع بعد الافتتاح الأسطوري للقناة أن تزيد الإيرادات السنوية من 5.3 مليار دولار في 2015 إلى 13.2 مليار دولار في عام 2023، إضافة إلى تدعيم موقف القناة كأحد أهم الخطوط الملاحية
الناحية البحرية في وجه المنافسين. وسرعان ما سيبدأ الحلم في التحقيق، حلم بدأ بفكرة تطورت لقرار ثم تنفيذ بتمويل مصري. حقا مشروع قناة السويس الجديدة فخر لكل المصريين ورمز لإرادتهم التي سيشهدها العالم أجمع في 6 أغسطس القادم، وهم يصنعون شريانا جديدا للحياة. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. خلونا كمان نتابع مشاركة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في قمة الاتحاد الإفريقي الدورة 24 اللي بتعقد بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. النهاردة رئيس الوزراء خلال كلمته أكد أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد بتدعم جهودها الرامية لتحقيق الأهداف التنموية للقارة وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، خاصة إطلاق منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة زي ما تابعنا طبعا الحدث ده في شرم الشيخ. وقال برضو رئيس الوزراء ان الهدف الرئيسي هو الازدهار بالقارة الافريقية وابنائها، وان الكلام ده بيبنى على اساس تنمية القطاعات الحيوية القارية وانشاء بنية تحتية تضع الاساس لعملية التنمية، وان مصر حاليا بتقوم بدراسة سبل ادماج اهداف تنمية اجندة 2063 ضمن الاجندة التنموية الوطنية. لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل قررت النهاردة التحفظ على 4 مستشفيات مملوكة لقيادات الجامعة، منهم 3 مستشفيات في محافظة الفيوم ومستشفى بمصر الجديدة بالقاهرة. نعرف التفاصيل من دكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر أموال جامعة الإخوان. دكتور ياسر برحب بحضرتك معنا يا فندم. تحياتي لحضرتك يا استاذ لبنى والاستاذ المساعد. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. ادينا تفاصيل عن القرار المتعلق ب4 مستشفيات لجماعه الاخوان، السند القانوني، مصير هذه المستشفيات ومين اللي بيشرف عليها حاليا. حضرتك، هي اللجنه من مصادرها المختلفه تاكدت ان هذه المستشفيات تتبع الجماعه الارهابيه، وبالفعل صدر قرار السيد قاضي التنفيذ بالتحفظ، وقامت اللجنه باتخاذ اجراءات التحفظ، ومنها بالفيوم مستشفى مكة بالفيوم، ودي مملوكة للقيادة الإخوان المسؤول عن الجناح العسكري الإخوان في الخارج دكتور أحمد عبد الرحمن. نعم. وتم التحفظ عليها. وتم التحفظ أيضا على مستشفى الندى بالفيوم والمستشفى فاقطة الاستعادية حوالي 60 سرير وبها أقسام مختلفة، كما تم التحفظ على مستشفى الزهراء بالفيوم. يعني اوضح لحضرتك ان مستشفى الندى مملوكه لاحد اعضاء الجماعه الارهابيه، وهو المالك محبوس حاليا على ذمه قضايا ارهاب بالقيام باعمال عدائيه ضد الدوله. نعم. وتم التحفظ ايضا على مستشفى الزهراء بالفيوم. هي دي المستشفى يا دكتور اللي هي رفضت استقبال مصابي الشرطه؟ لا، ما انا هقول لحضرتك بقى. مستشفى الزهراء بالفيوم دي مملوكه للعناصر الاخوانيه، وهذه المستشفى اثناء التحفظ اثناء قيام اللجنه بالتحفظ قام المستشار عبد العزيز حسن الامين العام المساعد للجنه بمناقشه العاملين بالمستشفى. أيوة. للاستماع لمشاكلهم وطمأناتهم على احوالهم، ففوجئ انهم يخبروا ان رئيس مجلس اداره هذه المستشفى ابان ثوره 25 يناير وصل الى المستشفى ضابط جريح بحاجه الى نقل دم ورفض استقباله، وكما اعطى تعليمات لجميع العاملين بالمستشفى عدم استقبال المصابين من افراد الشرطه نهائيا. ده من 25 يناير. ده في اذان ثوره 25 يناير العاملين اخبروا بذلك اثناء قيامنا بتنفيذ التحفظ. العاملين هم الذين قرروا ذلك من تلقاء نفسهم. في حاله يتأدى منها الضمير الانساني وتخرج عن كل تعاليم الاديان والقانون الدولي الانساني وكل الاعراف والمواثيق. هذا بالاضافه تم التحفظ ايضا على مستشفى الرحمه بمصر الجديده، وهذه المستشفى مملوكه للجمعيه الشرعيه ولكن يديرها عناصر الجماعه الارهابيه، والمستشفى ده وحده لزراعه الكبد ضمن 15 مستشفى على مستوى الجمهوريه ضمن المستشفيات المرخص لها بهذا الاجراء، وايضا يوجد بها غرف عمليات 7 غرف عمليات وبتاع 100 سرير. واثناء التحفظ تلاحظ اللجنه عدم تناسب الادويه المعروضه مع حجم المستشفى، وبالفعل قامت اللجنه باتخاذ اجراءاتها فتبين ان هذه الادويه تم تهريبها الى احدى الشقق في العقار المجاور، وتم فتح هذه الشقه وتم
العثور على أدوية بأربع ملايين جنيه داخل هذه الشقة المجاورة، وتم التحفظ عليها أيضا، وقامت اللجنة بعزل مجالس إدارات هذه المستشفيات بالكامل، وأسندت الإدارة إلى وزارة الصحة، وجميع هذه المستشفيات تعمل حاليا وتدار بس الإدارة، لكن العاملين اللي الطواقم الطبية كلهم شغالين بشكل طبيعي، كله شغال، لا يوجد إقصاء لأي من العاملين. لا يوجد إقصاء. وتم وأثناء قيام اللجنة بتنفيذ التحفظ تم الاجتماع بالعاملين في كل كيان من هذه الكيانات على حدة، وتم صدور تعليمات مباشرة لمجالس الإدارات الجديدة بعدم إقصاء أي من العاملين والحفاظ على رواتبهم والحفاظ على استحقاقاتهم بالكامل. تمام. تم الاهتمام أيضا بمستوى الخدمة الطبية، وجميع هذه الكيانات أو المستشفيات حاليا في هذه اللحظة تدار بشكل طبيعي وتستقبل المرضى وتقدم الخدمة الطبية بمستوى. هو كده كم مستشفى مملوكة للإخوان تم التحفظ عليها؟ يعني ده أول قرار ولا كان في قرارات سابقة برضه؟ لا حضرتك، كان في قبل كده حوالي 41 مستشفى، والأربعة يبقى كده 45 مستشفى. تمام، شكرا جزيلا على المعلومات دكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر جماعة أموال جماعة الإخوان، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع بقية أخبار. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، نرجع لمتابعة أخبارنا. والنهاردة محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإدانة بحق 16 متهم في قضية مذبحة رفح الثانية والتخابر مع تنظيم القاعدة المتهم فيها الإرهابي عادل حبارة وآخرين. المحكمة قررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير اللي أصدرت حكمها بالإدانة سابقا. قبول الطعن المقدم وإعادة المحاكمة، هكذا قضت محكمة النقض تجاه كل من الإرهابي عادل حبارة و15 متهما آخرين على حكم الجنايات بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية. محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي كانت قد قضت في ديسمبر من العام الماضي بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة وستة متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقا، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبراءة ثلاثة متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، ونسبت لهم أيضا ارتكاب مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 مجندا من الأمن المركزي بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إضافة إلى اتهام حبارة بالتخابر وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة. إسراء سعد، الحياة اليوم. ومحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من نجل الرئيس الأسبق مرسي على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات بنها بمعاقبته بالحبس سنة بتهمة تعاطي مخدرات. كانت محكمة جنايات بنها كانت قضت في يوليو من العام الماضي بالحبس سنة مع الشغل لعبد الله محمد مرسي وصديقه وغرامة 10,000 جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات بعد ضبطهم من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهم سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية. هنفضل برضو مع الملف القضائي. والنهاردة محكمة جنايات الجيزة نظرت القضية المتهم فيها 31 شخص في واقعة قتل القيادي الشيعي حسن شحاتة وثلاثة من معتنقي المذهب الشيعي والشروع في قتل 13 آخرين في زاوية أبو مسلم بالجيزة. المحكمة قررت معاقبة 23 متهم بالسجن المشدد 14 سنة وبرأت 8 آخرين. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي.
بعد 13 جلسة منذ أن بدأت أولى جلساتها في 21 من ديسمبر من العام الماضي، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستارة على القضية المعروفة إعلاميا بفتنة الشيعة بعد أن قضت بالسجن المشدد 14 عاما ل23 متهما والبراءة ل8 آخرين متهمين بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة. النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه والتوجه إلى مكان تواجدهم حاملين أسلحة بيضاء وعصا وزجاجات مولوتوف وإجبارهم على الخروج منه ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا. أحداث هذه القضية تعود ل23 من يونيو من عام 2013 حين حاصر الآلاف من أهالي قرية أبو مسلم بأبو النمرس منزل أحد أئمة المساجد منطقة واقتحم الأهالي المنزل وتعدوا بالضرب على الشيخ الشيعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. إسراء سعد، الحياة اليوم. نروح لموضوع تاني والحملة اللي الدولة أو كل أجهزة الدولة شغالة عليها حاليا دلوقتي فيما يتعلق بمرضى أو مصر بلا فيروس سي. دكتور عادل عدو وزير الصحة قال أنه هيتم طرح زوفالديل المصري ضمن برامج العلاج على نفة الدولة والتأمين الصحي ومراكز الكبد بما يعادل 600 جنيه للعبوة. طبعا الكلام ده جاي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير 1,000,000 عبوة لعلاج مرضى فيروس سي. وقال وزير الصحة برضو في تصريحاته النهاردة أن الدواء ده حقق نتائج في شفاء المرضى بنسبة 90% وأنه تم صرف عقار الزوفالديل 13% من مرضى فيروس سي على نفقتهم الخاصة و87% على نفقة الدولة. أنا معايا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور حسام. أهلا وسهلا وحدك بألف صحة وخير، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور حسام، يعني عايزين نعرف بقى إمتى هتكون العبوات دي أو أعلنت الشركات الخاصة أنها هتقدمها للمواطن المصري، إمتى هتكون متاحة أو هيتم التعامل بيها؟ يعني هو إحنا في عندنا حاجتين، الحاجة الأولانية خاصة بالمبادرة تحديدا والشركات تم الاتفاق معاهم على توفير 25% من إنتاج هذه الشركات مجانا لمصلحة المبادرة دي. ده جزئي، يعني كل شركة 25% من إنتاجها هيروح هيروح للمبادرة ده بشكل مجاني. الحاجة الثانية إنه في مناقصة هنطرحها قريبا سواء للجنة العليا للفيروسات أو للتأمين الصحي لتوريد العقار المصري أو المثيل المصري للسوفالدي في التأمين الصحي وفي منافذ اللجنة العليا للفيروسات الكبدية عشان نبدأ نعالج بيه المرضى. الشركات الحقيقة برضو وافقوا ان السعر، هم الاول السعر اللي كنا احنا متفقين عليه كان 1440 جنيه، هم وافقوا ان هم ينزلوا اكتر من 50% من السعر برضو استجابة للمبادرة بحيث انه يتمكن سواء هيئة التأمين الصحي او اللجنة العليا للفيروسات من شراء اكبر عدد من العبوات لتوزيعها على المنتفعين. يعني هيبقى بكام السعر معلش تاني كده؟ تبقى اكتر من 50%. هو الحقيقه المستحق للتامين او الخاضع لمظله التامين بياخده ببلاش. تمام. انما ده هيبقى سعر التوريد لوزاره الصحه. بحيث ان احنا نقدر نجيب اكبر كميات عشان نقدر نعالج اكتر عدد من المصابين بهذا المرض. بس اللي موجود في المراكز او في المستشفيات التابعه للتامين ده حاجه غير اللي هيبقى معروض في الصيدليات، ده هيتاخد بسعره الطبيعي او بسعره كام؟ الحقيقه اللي معروض في الصيدليات كمان هينزل، يعني هو بدا ب 2760 دلوقتي ب 2400، ان شاء الله خلال الفتره القادمه ممكن ينزل. ده اللي هينزل المستورد ولا المثيل المصري؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي على المثيل المصري. هينزل هيبقى بكام؟ هينزل يعني في حدود ال 1600-1800 جنيه من بدل ما كان 2760 جنيه. تمام. ده اللي موجود في الصيدليات. تمام. حاجة بس عايز أقولها يمكن بعيدا عن موضوع السوفالدي، إنه حضرتك كان في أحد المواطنين المصابين بمشكلة في عينيه كان مع حضرتك امبارح، فالدكتور عادل عدوي تواصل مع الأستاذ حاتم أبو النور في الإعداد وإحنا بنقول له
يعني يشرفنا في اي وقت يناسب كويس كويس قوي عشان نتولى ان شاء الله. يعني اشكر لنا سياده الوزير على اللفته الكريمه منه. بس انا افكر ساده المشاهدين انه يعني الراجل الطيب اللي كان موجود معانا امبارح من هو عمره 30 سنه هو كان مبصر، لكن نتيجه لحاسه غريبه وكواليسها غريبه ويعني راح نور عينيه. فهو كان امنيه حياته، هو طبعا يمكن عنده اكتر من 60 سنه، انه يعني يزرع قرنيه. فانا بشكر طبعا دكتور عادل عدا وزير الصحه على الاجابه، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا لحضرتك وبشكرك دكتور حسام على وجودك معنا، شكرا دكتور حسام. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع اخبار. مرحبا بحضراتكم معنا مرة ثانية. نرجع لأخبارنا. النهاردة المهندس هاني ضاحي وزير النقل شهد تسليم لانشين لمينا اسكندرية، هم قاشة 3 وقاشة 4 لمكافحة التلوث، تم تسليمهم من الشركة المصرية لإصلاح السفن، بالإضافة لوضع قرينة لاثنين قاطرة قوة الشد بها 50 طن. واللواء مصطفى أحمد رئيس الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن قال خلال عملية التسليم أن تكلفة القاطرات دي بلغت 153 مليون 400 ألف جنيه، وأن بناء السفن تعرض خلال ال 20 سنة الأخيرة لحالة من التدهور وكان من الضروري الحفاظ عليها، علشان كده تم إصدار القانون رقم 204 لسنة 2003 لإنشاء جهاز الصناعات البحرية، واللي شمل من سنة 2003 مرحلتين للتطوير. نتابع مع حضراتكم جزء من فعاليات اللي تم النهاردة وكلام وزير النقل. هذا الافتتاح كان توقيع اتفاقيتين، اتفاقية النهاردة يعني نبدأ في تصنيع اثنين قاطرة لصالح ميناء الاسكندرية. اجمالي ثمن القاطرتين بنتكلم في اكتر من 150 مليون جنيه، وانا اتفقت مع سيادة اللواء ان احنا نخفض مدة التنفيذ اللي موجودة. كان طبعا حاجات اللي زي كده كانت تعرض قبل كده في سنتين واكتر، فان شاء الله ربنا هيوفقهم ونخلصها في سنة حد اقصى يعني. أما وزيرة التطوير الحضري دكتورة ليلى اسكندر استعرضت النهاردة الميزانية المقترحة للوزارة لعام 2015-2017، وقالت الوزيرة أن إجمالي الميزانية المقترحة حوالي 1,136 مليون جنيه، وأن الميزانية دي تضمنت تطوير عدد 61 منطقة عشوائية من المناطق الغير آمنة بميزانية توصل ل 754 مليون جنيه، وتطوير برضو 4 مناطق عشوائية غير مخططة بتكلفة 20 مليون جنيه، والميزانية بتشمل تطوير ما يقرب من 92 من الأسواق العشوائية بتكلفة 211 مليون جنيه، ووضع مقترح لميزانية قطاع المخلفات بقيمة 150 مليون جنيه. نتابع مع حضراتكم. اتحبت حاجات مشجعانا جدا ان احنا نكمل في الفترة القادمة. المناطق اللي اتحطت فيها صرف صحي وترصفت وتم انارتها اكتر من 47 منطقة في القاهرة والجيزة، المناطق الجديدة اللي عمرنا ما كنا دخلنا فيها ودلوقتي هنطورها زي منشية ناصر، واستصدار قرار مجلس الوزراء ان دي هتبقى تجربة لتقنين الاوضاع، الناس هتقعد وهيبقى ليها حق ملكية، دي جديدة. وبدأنا في كل التشاورات مع السكان المجتمع. مسبيرو كانت واقفة 40 سنة وهتحلت أخيرا، طبعا دي مشجعانا جدا. غير بقى الشغل في مجال المخلفات أنه 13 محافظة بدأت في تقسيم الأحياء، شغل عميق ودقيق وصعب تم في 13 محافظة وهنكمله. دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن النهاردة عن بداية تنفيذ أعمال الكباري الخاصة بمحور 30 يونيو، وهو عبارة عن المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس. المحور ده داخل ضمن الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية بعد انتهاء تصميمات الكباري على القطاعات الرئيسية. الوزير قال أنه تم تنفيذ الطبقة الأولى من الأسفلت ل 11 كيلو من الطريق، وبيتم العمل في مسارين مرة واحدة لتنفيذ المحور. المحور ده هيكون زي ما قلت لحضراتكم هو من الطريق الموازي لقناة السويس من اتجاه اسماعيلية ومن بورسعيد للاسماعيلية برضو. أكد على أن المحور ده بيعتبر أحد أهم المحاور، بيعتبر طريق دولي بسبب ربط مواني البحر المتوسط زي اسكندرية ودمياط شرق التفريع، ربطهم بالطريق الدائري الإقليمي، وبرضو هو موجود بين طريقين الاسماعيلية بورسعيد وطريق القاهرة المنصورة، وده معناه أن الطريق ده هيخفف الضغط المروري على الطريق الزراعي.
هنروح لفاصل مع حضراتكم، بعد الفاصل هنسترجع كده الحادث طبعا اللي تعاملنا معاه من أيام، الحادث الإرهابي طبعا لاستهداف معبد الكرنك و دور المواطن المصري ويقظة رجال الأمن اللي حالت دون وقوع حادث هيكون خسائره، مش بنتكلم بس خسائر بشرية لكن سمعة مصر الدولية واستقرارها الداخلي ووضعها الدولي كان طبعا هي يعني هتبقى حاجة سلبية جدا. على كل الأحوال احنا هيكون معانا بعد الفاصل سيادة اللواء مصطفى أبو ليلة مساعد وزير الداخلية الأسبق ونسمع معاه قراءته الأمنية لهذا الحادث. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، زي ما قلت قبل الفاصل هنحاول نقرأ كده قراءة متأنية عن حادث الكرنك ازاي حصل وازاي نتلافاه انه يعني لا قدر الله يتكرر مرة تانية. سيادة اللواء مصطفى أبو ليلة مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن إسماعيلية أيضا سابقا ضيفنا النهاردة في الحال اليوم. مساء الخير يا سيادة اللواء، برحب بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بالسيادة. خلونا الأول قبل ما نبتدي حوارنا مع سيادة اللواء أفكر حضراتكم بس بخبر أو معلومة كنا يعني سمعناها من عميد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية دكتور محمد أبو زيد، لما كان بيتكلم على وقائع غش بتحصل ذكر إن كان في وقعة غش وكانت بطلت هذه الوقائع يعني على ما أتذكر بنت مدير أمن الفيوم. هو طلب إنه يدخل معانا أعرف بس هو يعني السبب أو في حاجة ليها علاقة بهذه المعلومة وتصحيحها. مساء الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ولو سمحتي بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فهمت لفظ مدير امن المنطقه خطا. فالبنت اصلا انا كنت اقصد مدير امن الامن الاداري الداخلي والعلاقات العامه بمنطقه الفيوم الازهري واسمه عبد الكريم محمد انور. اما بالنسبه لي ولذلك حضرتك انا برضك للاسف مواقع التواصل فيه مت غلط على انه مدير امن الفيوم. لكن حضرتك تقصد مره ثانيه ايه يا فندم؟ اقصد مدير الامن الاداري الداخلي والعلاقات العامه بمنطقه الفيوم الازهريه عبد الكريم محمد انور بنته. طيب. بالنسبه حضرتك طبعا لاداره الامن الفيوم التابعه لوزاره الداخليه هي لها كل التقدير والاحترام. ولكذلك لمدير الامن كذلك مفهوم اللي هو مدير امن الفيوم. مفهوم. لا طبعا لما يقوم به. لا طبعا التصحيح واجب لانه لازم تكون المعلومه دقيقه يعني. تمام. طب اخبار الامتحانات ايه يا دكتور النهارده؟ كان في حاجه امتحانات النهارده طبعا زي ما انت عارفه طبعا بعد ساعه و22 دقيقه مسكنا الولد طلبت التداول الورق مش تسريب والله خلاص قال تداول. طيب احنا مسكناه الحمد لله في بنين معهد بنين مغاغه الثانوي. طبعا حقنا معاه تم استبعاده واستبعاد رئيس اللجنة ومساعديه واثنين من الملاحظين وحالته من التحقيق. تمام. بس أنا ملاحظة أنا حضرتك يعني إيه كل ما بنقول بعد بداية الامتحان بمدة أكبر بحس إن كده في إنجاز، بحس إن حضرتك سعيد. هو حضرتك كل الجهات معانا والله، وأنا بحضرتك يعني كل الجهات في هذا العام صراحة. تمام. يعني احنا بنوجه الشكر لكل من ساهم في ضبط اعمال الامتحان واحنا مع حضراتكم نتابع كل يوم طبعا. شكرا جزيلا دكتور محمد ابو زيد الامير رئيس قطاع المعاهد الازهريه، شكرا لحضرتك، شرفنا يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك. من المهم ان احنا نفهم الحادثه دي طبعا الحمد لله انه ربنا ستر وفي ابلاغ فوري وتعامل برضو من قبل قوات الامن، لكن بداية الموضوع ازاي يحصل؟ يعني احنا لما تابعنا في الخبر هو مش في المعبد لكن بيقول لك انه في محيط المعبد او تحديدا كده تم استعمال كلمة انه هو دخل النطاق الامني. فده معنى ايه؟ اسمحي لي في البداية ان احنا طبعا نحيي السائق المحترم الوطني واللي كان عنده حس امني بمجرد ان الناس ركبت معاه وهو ودنه معاهم واستشعر واحس بان دول ناس غرباء اولا عن المدينه هم عارفين بعض الناس في الاقصر يعني اغلب الناس هناك يا اما سائح
يا إما أحد العاملين وبيبقوا معروفين، يا إما السائقين والناس أهالي مدينة الأقصر. الحقيقة هم الناس هناك طبعا حريصين كل الحرص، أكتر من حتى هقول أكتر من الدولة والشرطة، لأن العائد اللي بيعود عليهم من السياحة هو عائد مباشر طب. بيرفع مستوى معيشتهم بشكل غير عادي. اسمحي لي أن أنا أقول أن أنا شفت الأقصر دي، أنا اشتغلت في الصعيد وكنت مدير مباحث هنا وقت ما كانت الأقصر إحدى مكونات مديرية أمن هنا قبل ما تنفصل وتبقى محافظة، ثم عدت إليها نائبا لمدير الأمن لما الأقصر انفصلت وبقت كيان لوحده. تمام. فعارف الأقصر واحتكيت بالناس بتوع الأقصر ومدى حرصهم ومدى وطنيتهم ومدى استشعارهم بالخطر اللي يجي لأن بيتأثروا بيه. احنا شفنا الأقصر ديت بعد حرب الخليج كانت مدينة الأشباح، جميع المحلات مغلقة، جميع الفنادق خالية، المراكب النيلية اللي موجودة بأكتر من كانت بتبقى واقفة على المراسي صفوف 4-5 صفوف، نسبة الإشغال صفر. فهم الناس هناك عارفة إن السياحة هي حياتهم. أعيد هذا المنظر تاني ورأيته بعيني بعد حادث الأقصر بتاع 97 بتاع متحف الدير البحري. في تشابه بين بين الواقعتين يا فندم؟ لا، الواقعه الاولانيه اللي انا بقول عليها دي كانت حرب الخليج وكانت لا 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 انا بقول لحضرتك الواقعه حادث 97 واللي حصل من يومين. لا، الواقعه اللي بتاعت 97 كان طبعا في هناك في حوالين منطقه الدير البحري منطقه جبليه، الطبيعه بتختلف عن طبيعه المكان اللي فيه معبد الكرنك. العناصر دي ركبت المناطق الجبليه دي واستخدمت أسلحة آلية، ما كانش برضو لسه انتشر عملية التفجيرات والمواد المتفجرة، فاستخدموا أسلحة آلية نتج عنها طبعا ان قتل حوالي حاجة وخمسين فرد، واستخدموا في هروبهم هذه المناطق الجبلية. المناطق دي ما كانش معمول لها خطة تأمين. الأمور كانت في الوقت ده في الأقصر وفي المناطق دي كان التأمين بسيط جدا. بس برضه في الواقع اللي بنتكلم فيها المعلومات بتقول ان الناس كانوا معاهم متفجرات كتيره وحزام ناسف واسلحه اليه، ولا مش 6 أحزام ناسفه تقريبا، فازاي عدوا بيها؟ يعني ازاي اكيد في اكمنه واكيد في تفتيش بيحصل، وبعدين طبعا هو لحسن الحظ غبائهم ان هم خدوا وسيله مواصلات، فدي برضو كان عامل من ضمن العوامل تم اساسه اكتشافهم. لكن انا بتكلم برضو على مش في برضو سهوله في دخولهم للكرنك؟ ما هو لا شك ان مدينه الاقصر محاطه باكمنه، لكن الاكمنه دي بتبقى للي داخل بعربيه، لكن اللي هيترجل وهيخش على رجله مش ممكن في اي مكان او اي مدينه يمكن احكام السيطره عليها بالقدر اللي يمنع ان فرد يتسلل اليها ويدخل المدينه. تمام. انما لو جاي في عربيه ممكن يتفتش، ممكن العربيه تفتش، ممكن يشتبه فيه، فكون هناك اكمنه لا تمنع من دخول افراد مترجلين. طبعا التحقيقات هتبين الناس دي، ان شاء الله هتبين وهيعلن ازاي دخلوا وجم امتى واقاموا فين، لان طبعا هو مش كل واحد زي ده مش هيروح يقيم في فندق ببطاقته او باسمه عشان يبقى محل اشتباه. هيلجأ طبعا، وممكن يكون في عنصر مساعد من هناك ان هو يوفر له مكان للاقامه، ان هو يكون كان تردد ان ممكن يكون في جنسيات تانية غير مصريه مشاركه في العمل ده. والله هو تردد ان في لغه مخالفه، وتردد ان هم الثلاثه واللهجه بني سويف والمحله ويعني من المصريين. طبعا هو احنا التحليل دي ان ايه هيبان. ندعو للمصاب ده ان يظل على قيد الحياه برضه عشان معلومات يتحدد معلومات. ويبقى يتعرف المجموعه وابعادها وهم تمويلهم منين وبينتموا لمين، كل الكلام ده هيبقى كويس. حضرتك بتقولي ازاي وصلوا للمنطقه بتاعت الكرنك؟ هو طبعا معبد الكرنك ده من اكبر المعابد في العالم، مش في الاقصر بس.
أمام المعبد في ساحة اللي بيبقى فيها العربيات بتنتظر فيها العربيات وهكذا، وفيه دورات مياه اللي شفناها على التلفزيون، وفي بازارات وفي مناطق في بياعين في المناطق دي. فكونهم يصلوا لبداية الحرم المنطقة وينزلوا من العربية ويبدأوا يخشوا، هم طبعا ما دخلوش كتير لسه، هم كانوا لسه في بداية المنطقة. المنطقة ديت مش مغلقة غلق تام، لأن في محلات وفي بازارات. المنطقة دي فيها أمن يعني، فيها ارتكازات أمنية ولا فيها تواجد أمني، فيها خدمات سرية يعني أمنة شرطة مثلا، فيها وخدمة سرية وفيها برئاسة ضباط طبعا. بس التأمين الأكثر هو على البوابات بتاعة دخول المعبد، بره بتبقى أطواف، بيبقى فيه خدمات. هو طبعا يعني المفروض ان دورهم، هم ما خدوش وقت عشان اقول ان هو ان القوات ما اشتبهتش فيهم، ليه؟ ده هم بمجرد ما نزلوا وبداوا يرتكزوا في المكان او يقعدوا، كان الشيء الجميل ان هو السواق بلغ القوات اللي موجوده التي لم تتردد اطلاقا في انها تتعامل او انها تشوف او انها تنتظر ان هم تشوف هيعملوا ايه. طب هو قراءتك الامنيه لحاجه زي كده، الارهابيين دول كانوا عايزين اعمال التفجير والقتل ده يحصل في الساحه في المكان اللي احنا شايفين دلوقتي صور ليه، ولا جوه المعبد؟ يعني متخيلين ان هم هيدخلوا المعبد كمان؟ ما كانش هيستطيع يدخل بشنط جوه المعبد او بحزام ناسف، كان يعني كان يستحيل انه يدخل جوه المعبد. انا ما روحتش للاسف، لكن قول لي مثلا قبل المعبد يا فندم هل في بوابات الكترونيه مثلا؟ في بوابات يعني تكشف المعبد محكم، وبوابات دخول وبوابات خروج محكمه وعليها قوات. بس عارف صعوبه الموضوع ده ايه؟ انه احنا بنتكلم على مش بس هو معاه سلاح من بعيد والكلام ده، ده راجل فاكر نفسه يعني بيسموه استشهادي، او ان هو كده هيبقى، هما بيستخدموا اللفظ ده، انه يحط حزام ناسف حول نفسه ويفجر نفسه موت نفسه من اللي معاه، فمش تفرق معاه لا بوابه ولا غيرها. لا هو كان لا بعيد يعني عند البوابه مش هيتمكن للدخول للداخل، هي بتيجي الاوتوبيسات او بتيجي حتى لو ما دخلش مش في سياح بيبقوا بره عند البوابه. هو كان ينتظر، ممكن هو كان هيقعد ينتظر فوق سياحي جاي بينزل من العربيات في هذا المكان قبل ما يبدأ يخش البوابات بتاعة المعبد، أو فوق خارج مجموعة خارجة هتركب، ممكن إن هو في الحالة دي إن هو يفجر نفسه. بس تفتكر كان عنده معلومة؟ لأنه التزامن برضو العمل ده قبل دقايق من وفد من السياح كان لسه في الأتوبيس أو بيتحرك يعني بينزل من الأتوبيس، معنى كده إنه عنده معلومة. هو بالقطع ممكن يكون رصد وشاف المكان قبل ما هو، مش هيروح كده على عماه 100%، او هو او اخرين رصدوا المكان وامدوه بالمعلومات. هو كانت فرصته ان هو يبقى في حاله قدوم فوق سياحي او خروج مجموعه وهي بتركب، ان هو يفجر نفسه في الساحه الخارجيه في هذا المكان، كان هيحدث خسائر كبيره في الارواح. نقول بقى هنا ان الحمد لله ان الشرطه والضابط اللي كان موجود والافراد الموجودين لم يترددوا لحظه وما فكروش، بل بمجرد ما اداهم المعلومه اتجهوا نحو العناصر اللي موجوده ديت للتعامل معها. وبالفعل يعني الحمد لله نشوف خسائر اللي حصلت في المدنيين او في القوات لا تذكر، شيء لا يذكر. لكن اللي حصل ده يستدعي انه لازم يكون في اعاده نظر في الاجراءات التامينيه برضو. هو الاجراءات التامينيه هي مساله الاشتباه او دقه المتابعه للعناصر اللي جايه اللي داخله. فوق سياحي جاي باوتوبيس ومعاه مرشد ومعاه قوات مرافقه ليه، ده موضوع خلاص واضح. الافراد اللي جايه بتترجل على رجليها دي او اللي داخله لابد أن يكون في مزيد من اليقظة في التعامل معهم، وليكن قبل دخول هذا الحرم أو هذه المنطقة الأمنية يبقى فيه هنا استيقاف وتعامل مع العناصر اللي جاية. طبعا هتجنبنا أن هو لو كان دخل في المنطقة دي والسواق ما أبلغش عنه ممكن ياخد فترة زمنية على ما يشتبه فيه، كان ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه. فبالقطع أن احنا لابد أن احنا يبقى في الحرم الخارجي ده في مزيد من الإجراءات والاشتباه في العناصر اللي جاية على رجليه. تحليلك برضو المعلومة بتقول إنه المتفجرات اللي تم العثور عليها مع المتهمين مسروقة من كمين الفرافرة.
اللي اتضرب طبعا قبل كده. هو بالقطع لان هم سواء اسلحه او متفجرات لما بيهاجموا اي موقع ولا ما هو الاسلحه اللي معاهم جايه منين؟ ما هم متهربه. وكان قبل كده برضه الاسلحه اللي سرقت سواء من الجيش او من الشرطه. هو لما بيضرب كمين في الفرافره او في كرم او الاواديس او غيره ما هو خد استولى على اسلحه، ما هم بيضربش ويمشي، بيستولى على اسلحه اذا لقى اي نوع من انواع الحاجات المتفجرات او غيره بياخدها يعني. لكن مين اللي هيحكم ويقول ان دي بالذات؟ ده لم يعلن يعني، ممكن تكون معلومات كده او كده لكن لم يعلن. احنا ننتظر لما تخلص تحقيقات ويطلع بيان رسمي بنتيجة التحقيقات دي. بمناسبة البيانات في مواقع دلوقتي طبعا حضرتك عارف الحاجات اللي بتحصل على الانترنت، موقع بيقول لك ان هو تبع اللي هو ابو عبيده المصري ده، وبيقول ان احنا بنعلن او داعش بتعلن مسؤوليتها عن هذا الحادثه. يمكن احنا ما شفناش داعش ببيان ليها طلعت قالت الكلام ده، لكن الرجل اسمه ابو عبيده ده هو اللي بيقول ده. فهل تفتكر فعلا داعش موجوده؟ عناصرها ممكن تكون بتشتغل على الارض، حتى اللوجستيات والتنفيذ مثلا من عناصر مصريه زي ما شفنا في التحقيقات المبدئيه اللي بتحصل؟ هو داعش كوجود مش يعني ما كفكر، ممكن كفكر يكون فيه ناس بتعتنق هذا الفكر زي ما ناس اعتنقت فكر القاعده قبل كده. فممكن من العناصر اللي موجوده الداخليه ديت بيعتنق هذا الفكر. ده مش بعيد ان هو يكون فيه اعتناق للفكر، لكن عناصر من داعش نفسها او من اجانب او الى اخره ما اعتقدش ان هو يعني موجود في داخل مصر عناصر من هذه العناصر. انما اعتناق للفكر جايز وموجود، وواحد بيقرا، واحد بيسمع، واحد معجب بفكر داعش، واحد بيعجب بالقاعده بيقلدهم وبيعمل زيهم، اقتناع بفكرهم. طيب المعطيات اللي حضرتك بتتابعها دلوقتي بتقول ان الشغل ده يعني عمل فردي؟ يعني ساعات بنشوف كده يقول لك ايه انه ده كرد فعل ومن هذه الجماعه وغيرها عايزين انه يعني يعملوا شيء على الارض، ولا المساله منظمه وفي جهه ما هي اللي ورا بالتفكير والتدريب والسلاح وكله؟ ده ما نستطيعش او احنا نركن لان نقول ده عمل فردي ونطمئن الى هذا. يعني لا يمكن الامن انه يعني يعتمد على ان ده ممكن يكون عمل فردي، لا. هو احنا لابد ناخد بالاسباب ونبقى في تحوط، وان ده انا اعتقد واعتقادي انا ان ده لا يمكن يكون عمل فردي من مجموعه او من افراد معينين. لا، ما زال هناك في تنظيم طبعا، واحنا شايفين التنظيم الدولي مش ساكت وبيحاول. وبعدين ما تنسيش حضرتك ان احنا كان عندنا المؤتمر في شرم الشيخ. لسه كنت اسال حضرتك عن التوقيت. يعني التوقيت اختار هذا التوقيت، مؤتمر شرم الشيخ، قال لك التركيز هيبقى هناك، الامن مهتم بهناك، الامن مش هيهتم بمنطقه زي دي، السياحه لسه ما نشطتش بالقدر اللي هو يعني يخوف، فيقول لك استغل هذه الفرصه وقبل موسم السياحه ما يبدأ انه يضرب يعمل عمل زي ده هيكون له تأثير سلبي جدا على السياحة. بس دي في حد ذاتها يعني نقلة نوعية في العمليات الإرهابية ان انا استهدف السياحة بالشكل ده. ما هو هم طول عمرهم هدفهم حتى في التسعينات كان قبل ما يستهدف رجال الشرطة وقبل ما يستهدف الجيش ولا غيره، ما كانش لسه موجود الكلام ده، كان استهدافه للسياح للإضرار بالبلد، ده موجود من التسعينات. هم بيستهدفوا يعني، لا انا بس بتكلم على الفتره اللي فاتت كان كل تعاملنا مع شرطه وجيش وبعدين ابراج كهرباء، محطات مترو، سكه حديد، الكلام ده كله. لكن السياحه يعني ده، وبعدين اختيار معبد الكرنك كمان وفي التوقيت ده، لا شك انه طبعا نقله نوعيه ولابد ان احنا نلتفت ليها. وطبعا احنا شفنا وسمعنا التوجيهات السيد الرئيس، توجيهات السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الداخليه، الكل قال لا هناك اهتمام بالاماكن دي وخاصه الاماكن السياحيه، لابد من ان طبعا احنا الشرطه ضروري كل فتره واخرى تعيد من خططها وتقيم مواقفها. واحنا لازم نبقى رد فعل؟ لا مش رد فعل، احنا يعني ليه مش عاملين احتياطاتنا من البدايه؟ ليه تحصل حادث زي كده فنوجه اهتمامنا لا نعيد النظر في الاجراءات؟ هو موضوع خطط، ولكن مع الاحداث اللي بتحصل
لابد ان النهارده يبقى في تطوير لهذه الخطط، مش هتبقى خطه جامده ومحطوطه وانتهينا وخلاص واطمئنينا الى هذا. هو كده يبقى التامين بقى ما هوش شرطه بس، يبقى قوات مسلحه كمان داخله في المشهد التاميني لما بتكلم في بقى في عناصر على حاجات سياحيه. في عناصر من القوات المسلحه بس المتواجد كخط دفاع اول وتعامل هم الشرطه. في تواجد وتمركزات من القوات المسلحه تعاون. بعكس مثلا في سيناء احنا شايفين ان القوات المسلحه الجيش طبعا هو هي المتولي المسؤوليه هي الاول وبمعاونه من الشرطه. انما في المناطق السياحيه بيبقى فيه تمركزات للقوات المسلحه لكن التعامل الاساسي هو للشرطه. ما ننساش طبعا ان احنا يعني عشان ما نبخسش الناس حقهم ان طبعا ان ديت بقدر ما هي نقله نوعيه بالنسبه للعمل الارهابي، فهو برضو ان احنا نقدر نقول زي ما قال السيد الوزير ان احنا انتقلنا من مرحلة رد الفعل الى مرحلة الفعل. فانا النهاردة بمجرد ما جاتني المعلومة تعاملت بالسرعة الواجبة اللي اجهضت هذا العمل. تخيلي لو الانفجار ده تم في فوق سياحي موجود، فلا شك ان برضو عشان ما نشجع الناس ونقول للناس انتوا اديتوا دوركم، احنا نطمح في المزيد ان هو كان يبقى قبل المسافة دي، ان احنا كنا نطمح ان هم يظبطوا في مكان اقامتهم ان تبقى فيه معلومة وان هم يظبطوا قبل ما يطلعهم لهذا المكان. كل هذا يعني نتمناه، لكن الحمد لله وبنشكر الناس اللي عرضت حياتها. خلي بالك الموقف ده ما حدش يحكم عليه اللي هو فيه. يعني الضابط او الفرد اللي راح وهو يعلم ان دول معاهم متفجرات ومعاهم كذا وانه راح يتعامل معاهم وهو مكشوف ومفيش حاجه بتحميه واندفع بوطنيته وحماسه ان هو يعمل هذا العمل اللي يجهد هذا، هو كان ممكن يدفع حياته. لا، ما كل رجال الشرطه يعني والجيش هم شايلين روحهم على ايديهم يعني وبيخرجوا من بيتهم مش عارف يرجع يعني ولا لا. يعني هي بتفرق في ثواني يعني. هو لو طبعًا فكر طبعًا او حب يعني بقى ياخد لنفسه ساتر قبل ما يتعامل معاهم او شيء من هذا القبيل كانت الصوره اتغيرت. صحيح. فاحنا بنحيي القوات اللي تعاملت في هذا الحدث اكيد، وبنقول للمواطنين الحس الامني ده بقى للمواطن. شوف الحس الأمني والوطنية اللي عند هذا السائق. ما تستهينش بمعلومتك. ما تستهينش بمعلومة تديها للشرطة وتديها الأجهزة. تشتبه في ساكن في العمارة اللي انت ساكن فيها، واحد يجي يأجر شقة مفروشة، يأجر شقة مش عارف ايه. بقول للناس وبقول لأصحاب العقارات لازم تبلغ. ما تخافش بقى انها تقول الضرايب هتحاسبني ان انا مأجر، الناس ما بتبلغش عشان ما يتحاسبش ضريبية. شوفي خطورة الموقف. فانت ممكن لما تبلغ النهاردة ببطاقات الناس اللي سكنت عندك بعد ما تتأكد ان البطاقات دي بتاعتهم بصورهم، هتقدم معلومة. اي اشتباه في حركة مريبة، ناس بتقعد في شقة ما بتخرجش، بيخرج مش عارف بالليل ايه، بيتردد عليه ناس. في حوادث كنا بنتابعينها بيبقوا عاملين الشقق دي مصنع لتصنيع المتفجرات وفي الاخر تنفجر فيهم وفي البيت. حصلت يعني برضو في مرات عديدة مرات عديدة وفي اماكن كتير. صحيح. وفي اماكن متفرقة. فاحنا بنقول للمواطنين زي ما شفنا هذا الرجل وكثيرين يعني كثيرين بيعطوا معلومات، فبنناشد الكل انك انت لازم يعني في حالة أي اشتباه، أي معلومة لو أنت بترى أنها قد لا تفيد أو أنها معلومة صغيرة، لا بنشجعه وبنقوله لو سمحت ادي المعلومة للشرطة سواء كان تليفونيا. واعتقد وزاره الداخليه مش في تشريع دلوقتي برضو انه بيجرم انه اي حد يبقى عنده معلومه ده لسه عن ده لسه كمان اللي ما يبلغش عن سنه حبس حاجه زي كده مفرقعات او مفرقعات. لسه مجلس الوزراء اول امبارح يعني وافق على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات. ما هو كانه تستر على جريمه. عموما احنا ياما طالبنا بقانون للارهاب. قانون للارهاب، تقوليش في مواد في قانون العقوبات وفي مواد بتاع الكيانات الإرهابية وحاجات متفرقة. احنا عايزين الكلام ده كله وهم بدأوا
تمام. بدأ وزير العدالة الانتقالية. تمام. طيب احنا هنفضل برضو في الموضوع اللي بنتكلم فيه، لكن من ناحية تانية علشان نعرف آخر الأعمال الخاصة طبعا بتشريح جسامين المتهمين في هذا الحادث. دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصحة الشرعي معايا على التليفون. دكتور هشام مساء الخير. أهلا مساء الخير أستاذ روبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا نبدأ بحالة المتهم الثالث المصاب، ومش عارف حضرتك متابع وعندك معلومة ولا لا، حالته خطيرة متوسطة؟ يعني كنسة اللي هو بيقول نتمنى ليه الشفاء علشان نقدر نحصل منه على معلومات. لا، هو بالنسبة لنا احنا لغاية دلوقتي كطب شرعي ما جالناش اي اشارة بالنسبة له، وبالتالي يبقى لسه ما زال على قيد الحياة يعني. لكن ما عرفش حالته الصحية تقييمها، دي ممكن حضرتك ترجعي. ماشي تمام. تمام يا دكتور. طيب بالنسبة بقى لأعمال الطب الشرعي بالنسبة لجسامين الارهابيين. احنا حضرتك فحصنا حالتين، الحالتين كانوا بالنسبه لنا مقبولين. حاله كانت مصابه بطلق ناري واحد، والثانيه كانت فيها جروح تهتكيه انفجاريه ادت لانشطار الجسم لعده اجزاء. ده اللي كان يعني بقى لابس الحزام النسف؟ الاصابات تركزت في منطقه الحوض واسفل ومنطقه البطن واعلى الفخذين، ده يشير ان كان في حزام ناسف على منطقه واحد ولا اكتر، لان كان في كلام ان هو اكتر من حزام. لا هو لا اكتر من حزام ده وارد، لكن انا بالنسبه لي حضرتك في التعامل مع الحاله انا كطبيب شرعي المرئيات بالنسبه لي ان كان في حاجه مواد متفجره متركزه على منطقه بس الحوض. تقدروا انا فهمت يا دكتور، تقدروا تعرفوا كميه المواد المتفجره كانت حجمها قد ايه من شكل الجسامين؟ طبعا من حجم الانفجار، بالإضافة إلى أن احنا دلوقتي خدنا عينات عشان نشوف نوع المادة المتفجرة المستخدمة. لسه طبعا التحاليل هتاخد شوية وقت دي نقدر إلى حد ما تبقى عملية تقديرية. تمام. طيب بالنسبة للكلام اللي تردد عن جنسيتهم، انتهيتوا من تحليل دي ان ايه؟ لا لسه ما حددناش الدي ان اي بتاعتهم، لسه ما دي حضرتك بتاخد شويه وقت، لسه ما خلصتش يعني. ده وقت قد ايه يا دكتور؟ احنا بقى لنا كام يوم دلوقتي؟ ولا انتم متحفظين على المعلومه ولا ايه؟ لا لسه النتائج لسه ما خرجتش يعني. طيب تمام. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحه الطب الشرعي، بشكرك على المعلومات يا دكتور. اخيرا سياده اللواء، يعني كلمة توجهها، ويمكن احنا في سياق كلامنا بنتكلم على شقين او من ناحيتين، مسؤولية المواطن المصري والاجهزة الامن، ولازم يكون في ضربات استباقية او حتى اجراءات احترازية اكتر تتاخد في الفترة اللي جاية. بالقطع المتتبع للبيانات اللي بتطلع من الداخلية ما بين وقت واخر، يعلم جيدا ان هناك يوميا في عمليات ضبط للعناصر الوسطى من الجماعة الارهابية، أن هناك معلومات بترد للأجهزة الأمنية والأمن الوطني بيستطيعوا من خلالها إجهاض أعمال تحضيرية لأعمال ستتم من جماعات بيتم ضبطهم. بالقطع في ضبط أعداد كبيرة قبل ما بتنفذ مخططاتها. لو احنا شايفين أو متتبعين هنجد أن الريتم بتاع الجماعات بيقل، ولا شك ان بتبقى الحادثه ممكن تبقى تاثيرها كبير، واحنا طبعا بنعمل حسابها جيدا وتبقى تاثيرها جامد، لكن لا شك ان في عمليات بتتم. لا، في شغل بيحصل طبعا. يمكن انا هختم مع حضرتك وخبر اخير بالنسبه للكلام اللي بنقوله مع سياده اللواء، ان اجهزه الامن ظبطت 2 ارهابيين كانوا بيعدوا ل 22 عمليه ارهابيه تم التعامل معاهم والقبض عليهم في محافظه السويس. شكرا جزيلا سياده اللواء على وجودك وتشريفك لينا، بشكر حضرتك وبشكركم، وبكره باذن الله يوم جديد في الحال، يوم اشوفكم على كل خير ان شاء الله.